एक कसीदा बड़ा मशहूर है, वो हम अक्सर सुनते रहते हैं। तीन दोस्तों ने मिलके पढ़ा है। उनमें से आज मोहतरम जैनुल आबिदीन साहब और बिलाल राजा साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ, यानी हम ही अमेरिका में हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि उनमें से अगर चंद अशआर आप हमें सुनिए। जी जी, जैनुल आबिदीन साहब आपके बाकी يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني والله إن محمدا كرد وبه الوصول بسدة السلطان محمد هي كرتبة هي بلند بادس خدا آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل کبریا لا شك محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان محمد لا جرم خير الورى عالي مقام إكبهي تو برغزيدا اور چنیدا ہے امام یا رب صل علی نبیك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان تازگی دل میں لیے یہ حسن یہ جاہ و جلال شان میں ہیں سب سے آگے آپ کے سارے کمال وجہ ظاهر في وجهه وشجونه لمعت بهذا الشان تیرے چہرے میں نظر آتا ہے نور کردگار تیرے سب اوصاف میں حسن ازل ہے آشکار یا رب صلی علی نبیك دائما فی هذه الدنيا وبعث ثاني الفيت بحر الحقائق ورأيته كالدر في اللمعان رشد والعرفان کا ہے آپ بحر بے کنار میں نے پایا آپ کو موتی کی مانند آبدار للہ وسيد الشجعان
لله.